الأخضر هو طريقة لتخزين الطاقة اللي متأتية من معناها إنتاج الطاقة عن طريق الشمس ولا عن طريق الهواء. التقنية هذه تعتمد على فصل الهيدروجين عن الأكسجين من الماء، يعني الماء ما هو H2O، يعني يتم فصل الهيدروجين والأكسجين، وهكا عملية الفصل هذه تمكننا من أن نخزنوا نيرجي في وسط الهيدروجين، وهكاكا يولي سائل ونجمو نقلوه ونستعملوه وين حاجتنا به. دونك هذه التقنية تستعمل الماء أساساً. أنا أول ما سمعت على الهيدروجين الأخضر في تونس كان وقتها نقرأ في تقرير استراتيجي، مش تقرير استراتيجي للاتحاد الأوروبي للتعاون مع دول الجوار اللي خرجتها وقتها جديدة في السنوات الماضية، وتحكي بالتفصيل على كيفاش الاستراتيجية بتاع الاتحاد الأوروبي مبنية على أنه يتم إنتاج الطاقة في شمال إفريقيا واستعمال الهيدروجين الأخضر لتوزيعه في أوروبا. أنا لفت انتباهي وقتها الكلمة هذه ومشيت بحثت على شنية هالتقنية هذه وحاولت نفهم، ولقيت اللي العديد من الناس اللي مهتمة بالبيئة ديجا انتبهت للموضوع هذا وبدأت تتحدث عليه، وكانوا يعني الناس المناضلين البيئيين هما أول من نبه على خطورة المسألة هذه. احنا في بلاد تعاني من شح مائي، يعني بطبيعتنا الناس اللي تخدم على المواضيع المتعلقة بالبيئة الماء هو حاجة ركيزة من الركائز من الحاجات اللي نخافوا عليها ياسر، نخافوا من تلوث الماء، نخافوا من نقص الماء، نخافوا من انه ما يتجمعش كما يلزم وكل شيء. وهوني كيف رينا موضوع الهيدروجين الاخضر زدنا تفاجأنا، خاطر اعتبرنا اللي هو مصيبة جديدة باش تحل على الموارد المائية متاع تونس، وحتى لو كان نحكيه على تحلية المياه تبقى كمام مسألة اختيرة ومصيبة. في نفس استراتيجيا الجوار هذية بتاع الاتحاد الأوروبي باش نلقاو قضايا أخرى، ما نلقاوش كان الطاقة، باش نلقاو زادة واضح جدا قضية الهجرة، ولكن باش نلقاو زادة بين السطور وحتى في نقطة يعني خفية نجم تقول في تعليق صغير في داخل التقرير اللي هو يقول اللي كل هذا مشروط بالتطبيع مع إسرائيل. نحاول نخمو بالنسبة لي نحن في تونس شنو المخاطر اللي متعلقة مسألة الهيدروجين الأخضر. المخطر الأول اللي باش نلقاوه هو متعلق بالبحر. عملية تحلية المياه راهي ماهيش عملية خالية من التداعيات الضارة، بالعكس تعمل برشا مشاكل متأتية أساسا من الملوحة الكبيرة متاع المياه اللي تفرزها عملية تحلية المياه. دوك فما ماء هذاك يتحلى يمشي في الاستهلاك، أما فما ماء يقعد مالح ياسر وفيه زادة مواد أخرى مش كان الملح، وهذاك كيف يتسيب في البحر يضر بالأسماك وبالطفيليات وبكل ما يعيش في البحر. وهذه الحاجة راهو لاحظناها ديجا، معناها موجودة المشكلة هذه ديجا في تونس في وين فما مناطق لتحلية المياه موجودة ديجا قائمة الذات، وفما مثلا في الزارات مركب كبير لتحلية المياه قاعد توا يتبني، والناس في الزارات معناها خاصة الصيادة متقلقين ياسر، خاطر عارفين اللي ما عادش باش يمكن الصيد في المنطقة هذيك. هذايا بالنسبة لعملية تحلية المياه اللي باش يستعمل في الهيدروجين. لكن قبل هذا انتاج الكهرباء، انتاج الكهرباء اللي واضح انه ماشيين فيه هو انتاج الكهرباء عن طريق اللوحات الشمسية فوتوفولتايك. هذا يستحق أراضي، والأراضي يلزمها يكون منطقة جغرافية فيها شروط معينة. يعني يقول القائل تنجم تحطهم في الصحراء، هو في الحقيقة لا، ما تنجمش تحطهم في الصحراء الرملية على خاطر يستحقوا برشا انترتيان، وعلى خاطر الحرارة كي تطلع ياسر الانتاجية متاع اللوحات تطيح، يعني يلزمك كمان يقعد الكليما مش ياسر سخون. والأراضي اللي هي قاعد يتم استهدافها من أجل تحويلها إلى حقول للإنتاج هي في الأصل أغلبها أراضي مراعي. يعني هوني باش ندعم قطاع إنتاج الطاقات المتجددة
نهلكوا قطاع اساسي اللي هو تربيه الماشيه، واللي احنا المفروض رانا اليوم نجريو باش نحاولوا نعاودوا نهيئوا المراعي نتاعنا باش تتاقلم مع التغيرات المناخيه وتواصل دورها الاقتصادي اللي هو مهم ياسر ياسر في الجنوب وفي الوسط. مش نحكي فقط على تربيه السعي، نحكي زاد على تربيه البل والمعيز وغيره. مشكلتنا فيما يخص الطاقة اللي احنا صحيح نعتمدوا برشا على الطاقات الأحفورية وماناش مطورين قطاع إنتاج الطاقات المتجددة. الهيدروجين هو يمثل حل بالنسبة لي حاجته باش ينقل الطاقة، أما وقت اللي واحد ينجم ينتج الطاقة وين هو ويستعملها وين هو ويربط معاه الشبكة العمومية باش يبيعها وإلا يبدلها، ما عادش حاجته، ما فماش احتياج حقيقي للهيدروجين الأخضر. وفي كل الحالات ما هوش أولويتنا اليوم المسألة هذه، احنا عندنا فيما يخص الطاقة أولويات أخرى. أولوياتنا مثلا أن نتمكن من أنه ننجو المواد والمعدات اللي حاشتنا بهم باش نطوروا قطاع إنتاج الطاقات المتجددة، مش أنه نقعد كل مرة نجيبوا كل حاجة حاشتنا بها بالدفيز من برا، فما حاجات زلنا نوليو نعملوهم محليا. هذا بالنسبة للطاقة الشمسية خاصة، فما مناطق جغرافيا تنجم تعول على طاقات أخرى. نحكي على الماء مثلا، ورغم أنه ناقص لكن في الشمال الغربي فما إمكانية لإنتاج طاقة عن طريق الماء الهيدروليك، يعني على الأقل باش الناس اللي ساكنة غاديك يكون عندها نفاذ للطاقة، خاطر تبقى ديما احنا أولويتنا هو نفاذ الناس للطاقة. كي نقول الناس يعني في ديارهم، في المكاتب، في السبيطارات، في الورشات وين يخدموا، في الأبيار بالنسبة للفلاحة. هذا هو الجانب الكبير المطلوب بالنسبة للانتقال الطاقي. نجم زادة نذكر مثال آخر، هو مسألة في علاقة بالطاقة، مسألة التصرف النفايات. احنا في تونس معنا حتى معنا ما فكرنيش انه النفايات اللي احنا واحدين فيهم عندنا قداش من عام، وكل مرة يخلقوا لنا مشاكل كبيرة صحية اجتماعية اقتصادية اتسترا، هما في حد ذاتهم يمكن تثمينهم وتحويلهم الى غاز يستعمل. بالنسبه للمرجين كيف القوالب نتاع المرجين، راهو ما تخممش كان في المدن زاده، خمم زاده في الارياف. الارياف ايضا محتاجه للطاقه، واحنا كبلاد احتياجاتنا للطاقه تتسمى صغيره مقارنه بالبلدان اللي عندها صناعه كبيره. احنا مازلنا ما وصلناش، لكن ما عندناش علاش نعملوا هكا الخطوه القدام الكبيره فيما يخص تخزين الهيدروجين الأخضر بين ظفرين من أجل قطاع صناعي غير موجود. الاتفاقيات كما هذه تمكن تونس من أنها تدخل دوفيز، عملة صعبة، في ظرفية اللي هي محتاجة للعملة الصعبة، على خاطر تورد تقريبا أغلب الحاجات الأساسية اللي يستحقها إن كان العائلات التوانسة وإلا حتى النشاط الاقتصادي. يعني المشكلة أساساً هي مسألة الدوفيز في حد ذاتها، وهذا راهو قروضات. يعني تونس باش تاخذ الفلوس باش تبدأ في الانتقال في المشروع هذايا نحو زعما الانتقال الطاقي، لكن هذاك باش تدفعوا من بعد باش ترجعوا فلوس، يعني باش تخلصوا، مش هي قروض وعليها انتريس وفيها مخاطر، على خاطر قد ما تاخذ قروضات قد ما يكثر المخاطر الماليه المتعلقه بها، وفيها نوع زاده من الكونديسيونمون. يعني وقت اللي تتقيد انت بها الاتفاقيه هذيا، راك باش تتخلى على جانب كبير من سيادتك في علاقه بسياستك المحليه فيما يخص إنتاج الطاقة، وإلا فيما يخص التعامل مع بلدان أخرى. اللي نجم نقولوه في شنو باش تربح تونس هي أنه في المسألة هذه ما فماش بعد نظر. حتى إذا كان تونس باش تربح، باش تربح على مدى قصير ياسر، يعني باش تدور الدوليب على مدى قصير ياسر. يمكن تخلق شوية استثمار
يعني يقبلوا بعض المستثمرين انهم ياخذوا اراضي في تونس ويقوموا بحقول لانتاج الطاقه ويعملوا بعض المعدات باش يعملوا الهيدروجين الاخضر وكل، لكن هذا مش باش يخلق شغل. علاش مش باش يخلق شغل؟ على خاطر حقول انتاج الطاقه الشمسيه تتركب شانتي معناها قداش باش يدوم شهرين من الزمان ويتسيجوا في الموضوع ما عادش فيه خدمه، يقعد الشخص ولا زوز اللي باش يعملوا لونتروتيان، هذاك هي القدره التشغيليه نتاعو. Thank you.